بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أبدع الكائنات بقدرته وآتى الحكمة من شاء من عباده بإرادته، وصلاة وسلاما على جميع رسل الله وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، أصدق في قول الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. مشاهدينا الأعزاء، مرحبا بكم، أسعد الله مساءكم بكل خير ونور وبركة. في بداية حلقتنا النهاردة، وقبل ما نبتدي موضوع حلقة البرنامج النهاردة من برنامج الإنسان والحيوان، في الحقيقة بحب أثمن ونرحب بالحملة اللي عملاها قناة الصحة والجمال للاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، وخاصة ممن فقدوا بصرهم وأبقى الله تبارك وتعالى لهم بصيرتهم. حملة جميلة جدا عملاها قناة الصحة والجمال تمتد لمدة شهر. والحقيقة احنا نوهنا في حلقات قبل ذلك من برنامج الإنسان والحيوان إلى أن من ضمن التواصل ما بين البشر يجب أن يكون التواصل تواصل فعال وتواصل جميل، وأن الله تبارك وتعالى عتب على نبيه صلى الله عليه وسلم أنه عبس في وجه سيدنا عبد الله بن مكتوم وكان أعمى، رغم أن عبد الله بن مكتوم يعني أعمى لا يرى عبوس الرسول صلى الله عليه وسلم في وجهه. والحقيقة أن زي ما في كثير جدا من البشر بيصابوا بالعمى، هناك ايضا من الحيوانات من يصاب بالعمى. في حيوانات بتكون فقد بصرها تماما، يعني هي اصلا طبيعتها التشريحية بتكون فاقدة لنعمة البصر او لحاسة البصر، زي مثلا حيوان الخلد، وربنا سبحانه وتعالى بيكون مديه يعني حواس اخرى بيستطيع ان هو يعمل تحسس بيها للفريسة واقتمصها بدون حاسة البصر. وهناك ايضا حيوانات بتعيش في الميه، كتير جدا من انواع الاسماك والجمبري بيكون بدون بصر، وهناك ايضا من الحيوانات الخفافيش، كتير جدا من انواع الخفافيش بتكون فاقده للبصر او بصرها ضعيف، وبتستطيع التواصل عن طريق الترددات او الموجات الصوتيه. الخفافيش مصاصه الدماء ايضا بتكون فاقده لحاسه البصر، ولكن في الحقيقه احنا بنقول ان مش بس الخفافيش مصاصة الدماء هي اللي بتكون فقد حاسة البصر، هناك كثير من البشر أيضا بيكون عندهم حاسة البصر ولكن فقدوا بصيرتهم. وزي يعني ما كلنا عارفين فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فكثير من البشر يفقدون بصيرتهم رغم وجود بصرهم، ويقومون بمص نقدر نقول أقوات الشعوب أو دماء الشعوب، ومن ضمن هؤلاء من يقومون بعمليات الغش الكبرى في تصنيع اللحوم او منتجات اللحوم او منتجات الاغذيه. وهي دوت الموضوع ان شاء الله اللي احنا هنناقشه النهارده مع استاذنا الدكتور علاء المرشدي، استاذ صحه الغذاء وعميد كليه الطب البيطري الصادق. مرحبا استاذنا الدكتور علاء. مرحبا بيك. استاذنا الدكتور علاء هو عميد كليه الطب البيطري السابق ورئيس اللجنه العلميه الدائمه لترقيه الاساتذه والاساتذه المساعدين بجمهورية مصر العربية في مجال مراقبة الأغذية وتغذية الحيوان. مرحبا مرة تانية مع الدكتور. أستاذي الدكتور، في البداية يعني من يكرمهم الله تبارك وتعالى وبيشتروا لحم كل شهر، عايزين نعرف إيه أهمية اللحوم بالنسبة لنا إحنا كبشر؟ في الحقيقة اللحوم هامة جدا لصحة وسلامة الإنسان، واللحوم فيها مواد غذائية ما فيش أي حاجة تانية تقدر تمد الإنسان بيها إلا اللحوم. إلا اللحوم. إلا اللحوم. زي مثلا بسرعة كده الأحماض الأمينية، زي الأملاح المعدنية، زي الفيتامينات فيتامين د وبي 6 وبي 12، بعض الأملاح زي الفسفور وزي الكالسيوم وزي الحديد. حتى الحديد اللي بيجي من اللحوم في نباتات تانية زي السبانخ وزي قصب السكر العسل في حديد، لكن الحديد بتاع اللحوم سهل امتصاصه، فمهم جدا ان انا اخد بعض المواد الغذائية عن طريق اللحوم. يعني دكتور حضرتك بتقول ان اللحوم بتمد جسم الانسان بمركبات غذائية ما تقدرش اي حاجة تانية تمدها بيها، ولا حتى النباتات. يعني في بعض الاشخاص بيكونوا نباتيين، هل أكيد. هم بس هو حضرتك بيبقى نباتي بعد ما بيكون يعني شرب لبن، خد بال حضرتك. نعم. وهو طفل. تمام. وبعض يعني المكونات الاغذيه الحيوانيه هو خدها. مجرد ما بيكبر بيمتنع عن اللحوم مثلا والبيض وكل الحاجات، لكن عمليه التنمية الاساسيه بتاعته كانت بناؤه
اعتمدنا ابتداء على البروتين الحيواني. نعم. ما هو بروتين الحيواني بيبدأ بالألبان وبينتهي باللحوم، سواء اللحوم الحمراء، لحوم الدواجن، لحوم الأسماك وهكذا. يعني حضرتك نقدر نقول ان قطعه اللحم سواء كانت لحم احمر او لحم ابيض زي لحم الدواجن او كده بتحتوي على الاحماض الامينيه الاساسيه. الاحماض الامينيه الاساسيه اللي الاحماض الامينيه. انما النباتات مثلا يعني ممكن تكون بتحتوي على حمض واحد بتحتوي على على احماض امينيه غير اساسيه. غير اساسيه. غير اساسيه. نعم تمام. الاحماض الامينيه الاساسيه الجسم ما يقدرش يصنعها وما يقدرش ياخدها من النباتات. لازم ياخدها من مصدر لحوم، مصدر حيواني يعني. نعم. دكتورنا مصدر اللحوم طبعا بالنسبة لنا كمسلمين في الشريعة الإسلامية في الذبح علشان طبعا يكون الحيوان مزكى، وربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نأكل حلالا طيبا وأن نأكل مما ذكر اسم الله تبارك وتعالى عليه. فحضرتك نتعرف على أهمية عملية الذبح على جودة اللحوم. وفي موضوع الذبح وموضوع اللحوم وموضوع الأكل ده موضوع مهم جدا في حياة الإنسان، وعلى الأخص في حياة الإنسان المسلم أو في الإنسان اللي هم يعني أو أهل الكتاب، سواء كانوا مسلمين سواء كانوا مسيحيين سواء كانوا يهود. قصة الذبح في الدين ده مهمة جدا. احنا عندنا يعني ربنا بيقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. نعم دي في قصة موسى. نعم. وبعدين فصلي لربك وانحر. نعم. فالنحر للإبل والذبح للبقر وبقية الأنعام. نعم. وده مهم جدا. وبعدين احنا عندنا في حاجات محرمة في الأكل. نعم. يعني حرمت عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. نعم. دولت أساسيين ممنوعين. طبعا وبرضه ومما لم يذكر اسم الله عليه. نعم. انه لفسق. نعم. فذكر اسم الله ده مهم جدا. الذبح. لان طبعا قبل الرسول عليه الصلاه والسلام قبل ما تاتي الدعوه كان الذبح بيبقى لاما الاصنام لاما يعني التماثيل لاما ما كانش الذبح لله. نعم. فقصه الذبح لله ده في العقيده شيء مهم. نعم. جدا يعني يعتبر من جوانب الشرك. اللي بيذبح لغير الله يعتبر شرك يعني. نعم. طبعا بيبقى يعني خرج ما هو. نعم. يعني الفسق الخروج من الحلال. نعم. الحرام يعني. نعم. فالذبح بقى له اهميه كبيره جدا. نعم. احنا عندنا في الشريعه الاسلاميه والشريعه اليهوديه يعني اليهود ايضا بيتفقوا معانا في. نعم. اغلب نقاط الذبح. نعم. الا ان احنا بنقول بسم الله الله اكبر عند الذبح. نعم. هما ما بيقولوش. بس لكن. نعم. طبعا هما بيذبحوا الحيوان وهو صاحي واعي تماما. نعم. طبعا في طرق كثيره للذبح. نعم. في ذبح الحيوان وهو واعي هذا لا يتم الا في الشريعه الاسلاميه وفي الديانة اليهوديه. نعم. في طرق ثانية بقى للذبح. طبعا انا ابدأ الحيوان وهو صاحي وهو واعي تماما وابدأ اشد الرأس للخلف على القرنين وببدأ اذبح. وانا بذبح بقول بسم الله الله اكبر عشان انا الذبح ده بيبقى لله. وانا بتقرب لله بالذبح. وعشان كده جاءت الشريعة يعني عندنا في شعيرة في الدين عندنا اللي هو الأضحية جاي من هذا المنطلق برضك يعني لن ينال الله دمعه ولا دمعه يعني منكم. ولكن يعني هي تقوى هو ربنا ما هوش عايز لا لحم ولا دم ولا حاجه لحظات. فطبعا شعيره الذبح دي مهمه جدا وده تقرب الى الله. وعشان كده احنا عندنا بنذبح الحيوان وهو واعي بنسبه 100%. دكتورنا يعني حضرتك ذكرت ان الجانب الشرعي الخاص بعمليه الذبح وان هناك طرق اخرى ايضا. نعم. يتم فيها الذبح. فهمنا من كلام حضرتك ان الذبح في الشريعه الاسلاميه واليهوديه يكون الحيوان في وعيه. تماما. نعم. الطرق الاخرى. نعم. اللي بيكون فيها الذبح والحيوان مش في وعيه. طرق ثانيه غير الطرق الشرعيه الاسلاميه. طبعا هنتكلم عن الاسلام بقى. نعم. عن الطرق الاسلاميه. نعم. يعني على الذبح في الاسلام. نعم. الذبح بقى في غير الاسلام بذبح الحيوان وهو غير واعي، افقد الحيوان وعيه، لاما اكهرب الحيوان، لاما اضرب الحيوان على راسه بمطرقه بحاجه كبيره كده على راسه عشان يعني يفقد الوعي، او اما اخبطه بمسدس برصاصه في الجبهه هنا على اساس ان انا افقده الوعي، واما ان انا اشممه غاز ثاني اكسيد الكربون عشان افقده الوعي. وكل هذه الطرق يعني بعيد عن الشريعه الاسلاميه. طبعا الطرق دي بتتم في مثلا الدول الاوروبيه او الدول الغربيه او كده. كل الدول الاوروبيه بيذبحوا
بالطريقه دي، وكل الدول الاسيويه وكل ما غير المسلمين واليهود يقبلوا هذه الطريقه. عيب هذه الطريقه ايه؟ ان الدم لا يخرج من الحيوان بصوره كامله طبعا. ولا ما بيخرجش خالص؟ لا هو هناك لا تعني، لا هو لا تعني قضيه انه يخرج الدم. فهو الذبح بيبقى عشان يبدا عمليه السلخ والتجويف وكده كروتين. احنا عندنا الذبح تزكيه للحيوان، اخراج الدم تزكيه للحيوان. يعني نقدر نقول حضرتك دلوقتي ان احنا لو قدام مننا ذبيحتين، احدهما ذبحت على الطريقه الشرعيه الاسلاميه وتم تزكيه الحيوان وافراغ الدم من الذبيحه، وذبيحه اخرى تم افقادها الوعي باي طريقه من الطرق حضرتك ذكرتها، ورقم الرصاصه او الكهرباء من ذلك، وتم ذبحها. الفرق بين جوده النوعين من اللحوم تكون في ايه بالظبط؟ مش هيبقى في اللحمه مش هيبقى فيها دم من جوه. ده في يعني في اللحوم في في الذبح في الطريقه الاسلاميه هيبقى انا طلعت يعني تلتين الدم بره. وده يعود على ايه بقى حضرتك جوده اللحوم؟ لا يعود على ان اللحوم تظل صالحه للاستهلاك الادمي فتره طويله، لان وجود الدم يعني بيئه او ميديا غير يعني مناسبه لنمو الميكروبات وفساد. وبالاضافه كده انا في الوزن كمان بغش يعني المشتري، يعني يبقى في كميه ميه، ما هو الدم سوائل تمام، يبقى في كميه سوائل كتيره موجوده في اللحوم. فانا ببيع له لحوم بالدم بتبقى يعني انا الوزن. بغش له حوالي مثلا يمكن 15 الى 20% بغشه، ما هوش لحوم سوائل وقد تخرج مع الشوربه او كده، فانا بغشه في سعر اللحوم، وده غير مطلوب عندنا ان انا غشه. سواء بالاضافه ان دم محرم، احنا عندنا في الشريعه الاسلاميه الدم محرم. طبعا هو الدم المسكوب، لكن انا لو فضل الدم في الذبيحه جوه يبقى محرم، وعشان كده بنتجنب هذه الطرق عندنا سواء في الداخل او في اللحوم المستورده. بنراعي ان يكون تم الذبح على بالشريعه الاسلاميه. نعم دكتورنا، يعني تم دلوقتي ذبح الحيوان على الطريقه الاسلاميه او الطريقه الشرعيه، واصبح اللحم دلوقتي في متناول المستهلك. ازاي ست البيت تقدر تتعامل مع هذه القطعه من اللحم بطريقه كويسه جدا وتقضيها بطريقه كويسه؟ هو انا قبل ما هنخش على في الطهي ان شاء الله هنتكلم على ازاي ما تتغشش. تمام. يعني ازاي ست البيت ما تتغشش وقت اشتري اللحم، او اي مشتري لحوم سواء ست بيت او سواء سيد بيت بيشتري اللحوم. يعني احنا نقدر نقول ممكن بعد ما يقوم الجزار مثلا او صاحب الذبيحه بذبحها، التاجر يعني يكون بغشها ببعض اللحوم الاخرى. طبعا ما نقدرش نقول ان يعني منذ الشريعه يعني منذ الانسان يعني نشات لغايه دلوقتي وفي غش. طبعا ما اقدرش اقول كل الناس غشاشين، لكن في بعض الناس بتغش. واللحوم عشان غاليه الثمن، والكيلو مثلا اللحوم يعني مش اقل من 50 الى 70 80 جنيه، فسعره عالي. فالغش فيه بيبقى مفيد. في غشين، لا اما اغش بلحوم محرمه، لا اما اغش بلحوم اقل جوده. والاثنين غش. طب نمسك النوع الاولاني دكتورنا، الغش بلحوم محرمه، ازاي بيتم وايه انواع اللحوم اللي ممكن يعني يتم غش اللحوم السليمه بيها؟ اللحوم المحرمه بيتم غش اللحوم بغش لحوم غير مصرح باكلها محرمه في الشريعه، زي الخنزير. او زي ان هو يستخدم حيوانات ميته، استخدم مثلا بقر ميت، استخدم مثلا جمال ميت، استخدم غنم ميت تكون ماتت واجيبها اسلخها واجوفها وابدا اجيب احط لحمتها مع اللحم. هذا غش محرم. يعني انا يعني حرمت عليكم اول حاجه الميته، فالحاجه الميته انا جبتها. او اغش بلحوم محرمه، وهي طبعا الخنزير ما بيتذبحش اصلا، فهو محرم اصلا. هو كله محرم، فهو ما بيندبحش اصلا. بيتم انهاء حياته ازاي؟ هو بيتم بوخزه القلب، سكينه طويله كده بيجي على طول يدخلها كده يخبطها في القلب، يموت الحيوان. هو عشان يقتل الحيوان يعني. هو لا يقصد في الخنزير ان هو عمليه الادماء، ان هو يطلع الدم. هو مجرد قتله فبيخبطه على طول مباشره في القلب عشان ما يعذبوش وكده مباشره يموت. فطبعا الخنزير لا يذبح ولا يسلخ. خاطر حضرتك وللاسف ان لحم الخنزير جيد جيد شكلا، هو محرم طبعا بالمطلق، لكنه اللي ياكل لحمه خنزير ما يقدرش يفرقها قوي، ما هي سيئه ولا فيها عيوب قوي،
طبعا فممكن يغش بيها، وخصوصا هو اكثر يغش بيها في اللحم المفروم. طب يقدر نفرق ازاي يا دكتور ما بين لحم الخنزير وبين اللحم البلدي العادي؟ ولو كان في عمليه غش ازاي ست البيت او هو الشخص اللي بيشتري اللحمه يقدر يفرق هو لحم التمام المخشوش؟ هو لحم الخنزير حضرتك، شكل لحم الخنزير بعظم لحم الخنزير بختم لحم الخنزير يختلف تماما عن الذبايح. هو قد يتداخل مع الضاني لكنه مش هيتداخل مع البقر ولا الجاموس ولا الجمال. طبعا هو هتبقى مشكلته ان هو يعني ممكن ان لحومه يعني ممكن تختلط. طبعا هو مش هيعلقه عنده كامل، هيبقى في اجزاء صغيره ممكن يحطها. وعلى الاغلب بالغش يبقى في اللحم المفروم. على الاغلب غشه بيبقى في اللحم المفروم. فطبعا مش هيبقى على بعضه ذبيحه، فمش هيبقى محطوط عليه الختم. ختمه طبعا مش هيظهره لانه هو ليه ختم دواير خاصه كده، ممكن يتم التعرف عليه، لكن هو بيغش خلفه. وعشان كده انا افضل اللي يشتري لحمه مفرومه يشتري لحمه فعلا من ذبيحه معلومه قدامه ويفرمها قدامه، احسن ما يروح يشتريها سابقه التجهيز. طب هل لو تم خلط مثلا دكتورنا قطع من لحمه مثلا ضاني بقطع من لحم خنزير؟ طبعا نقدر نعرف عليها ازاي؟ طبعا هو طبعا المواطن هيبقى صعب انه يعرفها، لكن يعني الجهات المسؤوله عن صلاحيه اللحوم وعن صلاحيه المصنعات لها قدره انها تكتشف ولو جزء صغير جدا من اللحوم، سواء كان مطبوخ او سواء كان محمر مشوي مقلي مسلوق مخلوط على لحوم اخرى مخلوط على خضار، ممكن ان احنا نكتشفها. فده سهل جدا لجهات المسؤولة. يعني علشان برضه نفيد الساده المشاهدين ولو بعموم بسيط، هل في اي سمه ظاهريه في لحم الخنزير اقدر افرقها بين اللحمه الضاني لو كانوا الاثنين مخلوطين مع بعض؟ اصل هو هيبقى مخلوط هيبقى مفروم. لا غير المفروم. لو اجزاء نعم. هو لحم الخنزير يعني في اللون في الشكل مستو ان هو فاتح. نعم. لحم فاتحه مش غامقه قوي زي اللحوم عندنا. نعم. يعني وان هو بيبقى سمين، يعني بيبقى بنسميها لحمه مرمريه. نعم. طبقه من اللحوم وطبقه من الدهون. نعم. طبقه من اللحوم زي الفطيره كده. نعم. فلو عندي جزء كده ممكن مع لونه، بس عايز خبره شويه مره باثنين. نعم. ممكن مع لونه لو حد عارف اللحوم التانيه كويس جدا ممكن يطلعها، ممكن طبعا هيبقى هو الغريب هيطلعها. فممكن طبعا ممكن. طب حضرتك قلت لنا ان من ضمن طرق الغش غش بلحوم محرمه او غش بلحوم وممكن يغشوا بلحوم ميت. بلحوم ميت اجيب مثلا اي حيوان ميت وابدا انا اسلخه واجوفه. نعم. وبعد كده ابدا اقطعه وابيعه مع اللحوم. ومفيش اي سبيل للتعرف طبعا؟ هو دي مش هيبقى عنده صعب، هيبقى صعب. انا بديله نفس اللحوم وهو يعني بياخد لحمه اجزاء صغيره مقطعه، فهيبقى صعب على المواطن. نعم بالتاكيد. طبعا في اجهزه رقابيه بتلف وبتشوف وهي مسؤوله عن ان كل شيء بيتباع يبقى سليم. بالتاكيد. واحنا كل يوم بنسمع طبعا عن حملات اللحوم الحمير. نعم. بس ان الحمير فيها كميه ضخمه جدا من اللحوم، فممكن يستخدموها. نعم. هي بتبقى مسكره شويه لحم الحمير. طبعا فهو بيغسلها كويس جدا وبيضيف لها بعض الاملاح وبعض المعاملات اللي يبدا يخدع بيها المستهلك، وبيستخدمها غالبا كاجزاء صغيره او يستخدمها في لحمه مفرومه او يستخدمها في مصنعات. يبقى اذا الطريق الوحيد لضمان ان انا باكل لحمه سليمه هو ان الجزار يقطعها قدام مني من الذبيحه اللي متعلقه موجوده. طب بالتاكيد ده يعني ده لو يعني بفترض ان مفيش اجهزه رقابيه طبعا. بالتاكيد طبعا. بالتاكيد طبعا. دور الدوله طبعا ودور الدوله قائم لحد بعيد. يعني في دائما تفتيش وفي دائما فحص للحوم وفحص المصنعات والكشف عنها دائما ابدا. نعم. حتى لا اعرض المستهلك الى ان يتعرض الى غش. الغش اللي باقي لنا بقى ان انا اجيب لحوم اقل جودة. اجيب لحوم كبيره مثلا، اجيب بقر كبير، اجيب جاموس كبير، اجيب جمال كبيره. نعم. وابدا ابيعها كلحوم صغيره. نعم. ودي اعتقد ان هي بتبان في عمليه الطبخ. دي بتبان وبتبان في الطبخ وفي الشكل والرقابه برضو انها والختم يبقى عليها يبين. نعم. لكن طبعا ممكن ان انا اكشفها كرقابه. نعم. يعني او ان انا اكون بشتري من مصدر موثوق منه. نعم. في اللحوم. طب باذن دلوقتي نقدر نقول ان ست البيت وصلت لها قطعه اللحمه في المنزل، كيف تتعامل معها من حيث الحفظ ومن حيث الطهي؟ حاضر. حضرتك معامله اللحوم مهمه جدا، ازاي اكل لحمه تعجبني انا كمستهلك؟ نعم. اكل لحمه تبقى عصيريه ما تخشش بين سناني،
سهله القطع، لذيذه، ريحتها كويسه، يعني اكلها كده اشعر بانني باكل حته فطيره. ده وقتي اكل اللحمه بقى من ذبح الحيوان، دي نقطه مهمه جدا. عندنا وقتين اكل فيهم اللحوم، لا اما بعد الذبح مباشره، ادي واحد، او بعد 24 او 30 ساعه من ذبح مثلا العجل او ذبح الحيوان. يبقى عندي يا اما بعد الذبح مباشره، لا اما ان انا استنى 30 ساعه من الذبح، لان بتحصل عمليات بعد الذبح كيميائيه في اللحوم بتخلي اللحوم تبقى كانها استوت من غير طهي. لا اما قبل بعد الذبح ساعه او ساعتين من الذبح مباشره، او بعد مرور 30 ساعه من الذبح اللحوم لما استخدمها تبقى جيده. لو استخدمت اللحوم في فتره من 5 ساعات الى 24 ساعه بتكون اللحمه، الاقي اللحمه متسفله، الشوربه فيها كفل كتير، الاقي فيها رواسب كتيره كده مش رايقه، اللحمه تخش بين سناني، ما اقدرش اقطعها، ما تبقاش عصيريه، اللحمه تبقى يعني ما تديكش الاحساس الطيب ان اللحمه جميله ولذيذه. يعني احنا كتير جدا مننا بيروح للجزار يحب ان هو ياخد من الذبيحه اللي مذبوحه في نفس اليوم، يعني لو كانت الذبيحه مذبوحه مثلا بعد الفجر على الساعه 6 الصبح، هو ياخدها الساعه 12 ويروح مثلا 6 البيت تطبخ على الساعه 2، فبالتاكيد هتظهر فيها العيوب اللي حضرتك بتقول عليها. هتظهر فيها العيوب دي، وهيجيب العيب على الجزار، مش هو العيب على الوقت. وانا اشتري لحمه ثاني يوم احسن. حتى كميه الميه فيها بتقل. فيبقى اوفر لي انا. اوفر لي، ففيها ميزتين. ميزه التوفير وجوده اللحوم حينما اتناولها. ده ملوش دعوه بالناحيه الصحيه خالص. ده له علاقه بجوده اللحوم. كيف اتناول لحوما جيده. اتناولها بهذه الطريقه، ان انا اما بعد الذبح مباشره خلال ساعتين من عمليه الذبح، ساعتين الى 3 ساعات. السارك ما بتكونش خشت في حاجه اسمها التيبس. مرحله التيبس دي اسيب اللحوم، يعني اللحمه تجمد، العضلات تشد، اسيبها بقى لغايه 24 30 ساعه. بعد ممكن اسيبها في الثلاجه عادي مثلا؟ اسيبها، لا في الثلاجه، في الثلاجه، في التبريد مش في التجميد. اسيبها لمده 30 ساعه، هتبقى اللحوم ممتازه. هلاقي الشوربه نظيفه جدا ورايقه، هلاقي اللحوم تعصر وناعمه وسهلة المضغ وسهلة القضم وما بتخشش بين السنان، هتبقى لحوم جميلة جدا. يبقى إذا دي أول نصيحة بنقولها لست البيت. يا إما استخدم اللحوم بعد ذبحه مباشرة، أو بعد مرور 24 ساعة. أنا عايز أحضرك على حاجة أكبر من كده. إحنا ليه ما بنقدرش نعمل لحوم زي الراجل اللي بيشوي؟ الناس دايما تقول عايز اكل، عايز من بره اروح اكل، عشان طبعا الريحه الكويسه الجميله اللي بتطلع من الريحه حلوه جدا، ما بيقدرش يعملها في البيت. في البيت يجيب لحمه جميله جدا، ويجيب فحم، ويجيب كل كل الاستعدادات. لكن ما بيطلعش الكباب زي او اللحمه المشويه زي اللي بره. هو له قدره في موضوع ان هو بيأخر اللحمه، مش بيخليها بقى 30 ساعه، بيخليها 40 50 ساعه. تكون اللحمه استوت وهي لسه يعني لم تطهى بعد. حينما تطهى تلاقي اللحمه جميله وريحتها حلوه، الريحه بتاعتها يعني غير فقط الانتظار لمده يومين تقريبا. لمده يومين. لو استنيت مده يومين اللحوم تبقى ممتازه. تمام. بس الناس بتستعجل بقى، محدش ينتظر ومحدش يعمل. كان معانا اتصال امنيه ناخده مع بعض. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام استاذه امنيه، اتفضلي يا فندم. الدكتور علاء المرشدي مع حضرتك. اتفضلي اتفضلي، وجهي له السؤال او الاستفسار بتاع حضرتك، اتفضلي يا فندم. معاك امنيه المرشدي وكيله نيابه الزقازيق بنت الدكتور علاء. اهلا بيك يا فندم، اهلا بيك. بوجه لبابايا العظيم تحيه خاصه جدا جدا، لانه اعظم اب واعظم دكتور واعظم يعني هو كل الدنيا، وهو منور الدنيا كلها على الشاشه دلوقتي، وانا يعني مش عارفه اقول له ايه. الصحيحه طبعا احنا كلنا يعني الدكتور علاء قيمه علميه وقامة إدارية كبيرة جدا عندنا في الجامعة، وبنتفق معاك طبعا في إنه يعني تربى على يديه أجيال كثيرة جدا في الكلية، وتخرجت على يديه أجيال سواء من الطلبة أو من طلبة الدراسات العليا. في أي استفسار أستاذة أمنية، ولا نوجه التحية فقط للدكتور علاء؟ ربنا يخليه يا فندم ويبارك لكم في الحلقة، ويعني عشان ما أضيعش بس وقت الجمهور على يعني متشكرين جدا المناقشة الممتعة اللي أنا بحيي سعادتك عليها.
كان بس نفسي احيي والدي تحيه خاصه جدا 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 جدا، وبقول ان هو منور الدنيا كلها ومنور الشاشه وربنا يخليه لينا يا رب. متشكرين لمداخلتك استاذه امنيه، وتحيه حضرتك وصلت لاستاذنا الدكتور علاء بيه. ربنا يخليك. طب دكتور، عوده لموضوعنا، النقطه بقى بتاعت الشوي الجميل او اعداد المطاعم بره، او حتى كمان العربيات اللي بتبقى واقفه في الشارع او على المواصل الخاصه بيه، الريحه الجميله اللي بتبقى طالعه من اللحوم، لمجرد ان هو بس بيسيبها 48 ساعه ولا في اي حاجه ثانيه؟ وبيبدا يحط لها بعض المعاملات، ان هو بيجيب فلتر اسمر، بيجيب بعض الحاجات ويخليها تقعد معها فتره طويله، بصل، بعض المنكهات، بعض حضرتك يعني الخلطه اللي هو بيحطها عليها. لو احنا قدرنا نعمل هذا الموضوع في البيت هيبقى نفس القصه، وهيلاقي الريحه طالعه وجميله واللحمه لذيذه. بحاجتين اثنين، بالانتظار لمده 48 ساعه، يومين تقريبا على الاقل. على الاقل، على الاقل. وثاني حاجه، والثاني الخلطه، ان هو ينقعها فتره طويله في بيحطها حضرتك في بصل، ويحط معاه فلفل اسمر، ويبدا ممكن يحط بعض الحاجات حضرتك، بعض المنكهات، في منكهات مخصوصه للحمه حضرتك، ممكن يجيبها يتبل اللحمه فيها، وهي اللحمه موجوده في التبريد، وهي في التبريد يقطعها يعني يسيبها في التبريد لمده 48 ساعه، مده 50 ساعه، هتبقى جميله جدا جدا جدا. دكتور، هل في اجراءات تانية خاصه بعمليه الطهي او انواع المختلفه لعمليه الطهي للحوم؟ حضرتك معامله اللحوم بقى في الحفظ عشان اطهيها، هل ان انا اجمد اللحوم واسيحها؟ ده مهم جدا. حضرتك كيف اتعامل احفظ اللحوم عشان ابدا بقى في طرق الطهي؟ ده طبعا بالنسبه لربنا ربنا برضه كرمهم وبيعينوا لحمه في الفريزر يعني. هو في الحقيقه عشان الناس بيشتغلوا الوقت كلهم وكده، فاللي بيحصل ان الناس بتجيب كميه لحمه تحطها الناس حضرتك بتسيح اللحمه وتتفنن في طرق تسيحها. طبعا نحن لا نتفق مع التسيح خالص، بل على العكس يعني، بل في حاجه ثانيه كمان. عندنا عاده الناس بتعتقد ان غسل اللحوم ده حاجه كويسه، حاجه صحيه يعني. لا، انا بغلي اللحوم فانا ما يهمنيش بقى انا اغسلها. تلاقي الناس عمالين يغسلوا اللحمه، يغسلوها. ننصح بعدم غسل اللحوم على الاطلاق، لان اللحوم فيها املاح معدنيه، بالغسيل بتروح. انا باكل حضرتك اللحوم عشان ثلاث حاجات، علشان البروتين، علشان الاملاح المعدنيه، عشان الفيتامينات. لو انا جيت التلت ده انا شلته، يبقى انا فقدت التلت الكيلو تقريبا، التلت الكيلو ابو 50 جنيه 60 جنيه، يبقى لي 10 70 جنيه دلوقتي، مفيش 50 جنيه. يعني انا بخفف على وزن المستمع. نعم، خدت لحضرتك اللي بيشوفنا يعني. فحضرتك المفروض انا ما اغسلش اللحوم خالص بتاتا. طب اعمل ايه؟ انا جمدت اللحمه، اجيبها حضرتك من الثلاجه مجمده، احطها في الميه بتغلي على طول. نعم، يعني اجيبها من الثلاجه مجمده، احطها في الغلي مباشره، مش اسيبها مثلا تسيح خمس ساعات تسيح او كده. هذا التسيح بيفقدها البروتين، يعني حوالي 20 الى 25% من البروتين بينزل. طب دكتورنا، قبل ما نخش على مرحله ان احنا نحطها في ميه الغليه على طول، اطول فتره ممكن اقدر احفظ فيها اللحوم في درجه التبريد الفريزر قد ايه؟ حضرتك انا ممكن اقعدها لغايه مثلا يعني شهرين لحد اقصى. نعم، كل ما قللت كل ما كان احسن. نعم، الحفظ بيأثر على القيمة الغذائية او القيمة الغذائية فقط. انما اللحمة مش بتتحول مثلا من سليمة صحيا الى كده. لا 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 لا, 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 لا. هو القيمة الغذائية بتهمني بالتأكيد طبعا. انا باكل اللحوم عشان القيمة الغذائية، فانا لو قلت القيمة الغذائية خد بالك، يقول لك بياخد اللحمة يحطها تحت الحنفية عشان يسيحها في الثلاجة. وانا بأخزن اللحمة وانا بجمدها، حطه في اعتباري انها تكون جاهزه قطعا، ان انا احطها في الميه بتغلي مباشره. بالظبط كده، يعني تغلي الميه الاول في البيت. تغلي وتجيب اللحمه مجمده مباشره من الفريزر على الميه بتغلي، عشان امنع خروج الدرب او خروج التقاطر بتاع اللحمه. انا بسيح اللحمه. هو في سؤال نقوله وناخد الاتصال بتاعنا، نجرب السؤال بعد الاتصال. في سؤال، ان احنا بنشوف كتير جدا من امهاتنا او زوجاتنا بيبقوا قالوا عاملين تشويح كده للحمه، يعني يجيبوا مثلا القطعه بعد التسييح يحطوها في بصل وفلفل اسمر والتوابل، وبعدين يشرحوها مثلا لمده ربع ساعه او ثلث ساعه حاجه زي كده، وبعد كده يبتدوا يضيفوا عليها الشوربه.
ازاي بقى يعني يجيبوها مره واحده ايهما افضل، عمليه التشويح دي ولا يجيبوها مره واحده من الفريزر؟ ناخد هذه الاجابه بعد الاتصال. معانا استاذ ابراهيم. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ ابراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام. يا فندم. مع حضرتك اتفضل. حضرتك كنا عايزين نسال الدكتور علاء لو سمحت. اتفضل الدكتور علاء مع حضرتك. كنا نعرف الفرق بين القيمه الغذائيه بالنسبه للحوم، بالنسبه للحوم البقري او اللحوم الجميل. القيمة الغذائية للحوم البقري او ايه يا استاذ ابراهيم؟ او الجاموس. او الجاموس. نعم. شكرا يا استاذ ابراهيم. ماشي استاذ ابراهيم. استاذ ابراهيم، اللحوم البقري والجاموس واغلب انواع اللحوم قيمتها الغذائيه تقريبا قد بعضها، لكن لحوم البقري اجود كجوده لحوم من لحوم الجاموس. وهقول لحضرتك ان لحوم البقري واللحوم الجاموسي واللحوم الجملي والفراخ والاسماك قيمتهم الغذائيه تقريبا متقاربه، تختلف في بعض الحاجات البسيطة. لكن اللحوم البقري هي أجود أنواع اللحوم، يعني اللحوم البقري في جودتها، في يعني وحضرتك بتاكلها تشعر فيها إنها أحسن. لحوم البقري أفضل أنواع اللحوم، أفضل من الضاني وأفضل من الجملي. لكن اللحوم الجملي للناس الكبار من الناحية الصحية أفضل، لأن قيمة الكوليسترول فيها قليلة جدا. الكوليسترول يعني الاستاذ ابراهيم قال سؤال جميل، احنا هنخليه هو قال القيمه الغذائيه، فاحنا هنقول بقى جزء الناحيه الصحيه. الاسماك بالنسبه للناس الكبار الكوليسترول فيها قليل، فيها 40 مللي جرام لكل 100 جرام. بعده على طول لحوم الجمل، لحمه الجملي حوالي 60%، بعد لحمة الجملي اللحمة البقري في الكوليسترول حوالي 70 مللي جرام لكل 100 جرام لحم، يعني النسبة بتزيد. الضاني والدواجل حوالي 80. دكتورنا معانا اتصال من الاستاذ محمود، ناخده ونكمل بقية القيمة الغذائية الخاصة بيه. أو 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 السلام عليكم. السلام عليكم يا فندم. أهلا وسهلا استاذ محمود. ازي حضرتك؟ ربنا يحفظك. الحمد لله تمام. حي الدكتور وكلامه رائع جدا بصراحة، ربنا يخليك يا فندم. والله كان بقول اسال حضرتك يا دكتور، انا فاتح منفذ يعني للحمام المستورده. اتفضل. فعايز اعرف فرق بين اللحم الهندي والبرازيلي، وانهي الاجود؟ تنصحني اكمل شغل فيهم ولا لا؟ طيب. شكرا للجوده وكده يعني. شكرا لك استاذ محمود. طيب انا يعني نكمل القيمه الغذائيه، نكمل وبعد كده هنجاوب على استاذ محمود. نعم. فالقيمه الغذائيه يعني لكبار السن او اللي عندهم امراض قلب او عندهم امراض شرايين او عندهم امراض ضغط، يعني ارتفاع في الضغط، دولت حضرتك انا انصحه ان هو ياكل لحم الجملي. نعم. طبعا مش هقول له غزال وكده يعني. بالتاكيد ماشي طبعا. يعني بس انا بقول انواع اللحوم اللي الكوليسترول فيها قليل. يعني نرتبهم كده ثانيه دكتورنا تصاعديا، اقل نسبه الاسماك. نعم. ياتي بعد منها. بعدها اللحم الجملي، وبعدها البقري، بعدها الضاني والدواجن، والكل فيهم عالي. نعم، الضاني والدواجن. لو خدت الدواجن بالجلد صح. بالجلد. انما يعني لو نزعنا عمليه الجلد ده هيبقى كويسه، يعني هتبقى من الحاجات الكويسه. تمام. طب بالنسبه لسؤال الاستاذ محمود، هو بيقول ان هو عنده منفذ بيبيع فيه لحمه هندي ولحمه برازيلي مستورده. هو اللحمتين كويسين، لكن اللحمه البرازيلي اجود شويه. يعني اللحمه البرازيل في الفتره الاخرانيه في انتاج اللحوم تحسنت جدا جدا جدا. نعم. فاصبحت جودتها اعلى. وهو بيجيب لحوم مجمده، هو قال لحوم مجمده ان شاء الله. لحوم مجمده اللحوم لا يشتغل فيها وكل حاجه، لان احنا طبعا عندنا يعني نقص كبير في البروتين الحيواني، في اللحوم الحمراء عموما. فطبعا حضرتك تجيب مشكورا وتجيب بس حضرتك تحافظ عليها. انا هنصح حضرتك حاجه واحده بس، ستك تحافظ عليها في درجه حراره، درجه حاله التجميد. يعني اتمنى هي كام دكتور مثلا؟ نعم. 23 مثلا؟ هي بتبقى من ناقص 18. ناقص 18. يعني على ناقص 18 وما تسيحش من حضرتك، لانها لما بتسيح اللحوم بتنزل اللي هو التقاطر اللي بينزل منها ده، بيأثر على القيمه الغذائيه كتير. فطبعا احنا تبقى اللحوم المجمده قيمتها الغذائيه اقل شويه طبيعي، لو هي سليمه جدا من اللحوم الطازه. فانا ما اقللش منها تاني بقى،
يعني هي سعرها قليل شويه عشان قيمتها دي بتقل شويه. يعني اللحمه المجمده يعني ارخص من اللحمه الطازه. فانا حضرتك مشكورا جدا، وبس احنا مش عايزين اللحوم حضرتك تسيح عندك وتتجمد وتسيح وتتجمد، لان ده بيأثر كتير جدا على القيمه الغذائيه. طب دكتورنا، هل في خطوره لو تم تجميد اللحوم وبعدين تسيحها وبعدين اعاده تجميدها مره اخرى لاي سبب من الاسباب؟ هو مش خطوره، هي الخطوره في القيمه الغذائيه فقط لا غير. طبعا لا، انا بحافظ، انا دوري في الحفظ دوري في الحفظ ان انا احافظ عليها من التلف بالظبط وبالتوازي على القيمه الغذائيه. يعني انا عندي خطين، احافظ عليها من ان تفسد وان تتلف، وان احافظ على القيمه الغذائيه، لان القيمه الغذائيه للحوم عاليه. نعم. أنا بحاول أحتفظ بها قدر المستطاع حتى لا تفقد جودتها في القيمة الغذائية وجودتها في إنها تفسد. دكتورنا، في نهاية حلقتنا عايزين نوجه نصائح سريعة لست البيت في يعني بوينت كده أو نقاط سريعة لمدة دقيقة واحدة. نقول لها إيه؟ يا الوقت مر بسرعة كده. أكيد طبعا. حضرتك نقول لها إن اللحوم مادة غذائية مهمة جدا. نعم. غالية، فحضرتك حافظي عليها. وبعدين مش ان انا استخدم، ما استهلكش كمية كبيرة. يعني انا كل واحد له لكل كيلو جرام لحوم ده الناضج. الطفل ليه 2، والحامل والكبير في السن ممكن اخليه ليه جرام ونص واثنين لكل كيلو من الوزن. فانا ما اخدش كمية كبيرة، لان هذه اللحوم حمل على الكلية وحمل على الكبد. وبعدين فاقد في الاقتصاد. يعني المفروض في طفل مثلا عنده وزنه 20 كيلو اللي هو المفروض بياخد 40 جرام يوميا، اديله 40 جرام. بس وما زودش. من ضمن النصائح اللي حضرتك قلتها طبعا انك تجيب اللحمه على طول على الميه المغليه. ما تريحش. وبعدين انا هنصح ست البيت انها ما تستخدمش الميكرويف كتير. لا تستخدم الميكرويف، افران الميكرويف في طهي الاكل. تستخدم الطرق العاديه، و الشوي نقلل. يعني طبعا الناس مش اللحمه مش الدرجات دي يعني، لكن ما استخدمش الفحم كتير في الشاي. لان الفحم في الشاي قد يؤثر بامراض قد تصل الى السرطان وكده، فمش عايزانا. في نهايه حلقتنا لا يسعنا الا ان نتقدم بالشكر الخالص لاستاذنا الدكتور علاء المشيدي، استاذ صحه الاغذيه والعميد السابق لكليه الطب وترجمه التأزيق. بنشكر حضرتك دكتور علاء على هذه المعلومات القيمه اللي حضرتك قلتها لنا النهارده تتعلق باللحوم وبجوده اللحوم وضع عمليات الذبح وحفظ اللحوم، ومعلومات كويسه جدا حضرتك قدمتها لست البيت المصريه. شكرا دكتور علاء. شكرا جزيلا. شكرا دكتور اسلام. اعزائي المشاهدين، سعدنا بلقائكم. نرجو ان تكونوا قد استفدتم من المعلومات الجميله اللي اتعرفنا عليها النهارده من استاذنا الدكتور علاء. على موعد باذن الله تبارك وتعالى الاسبوع القادم، نترككم في رعايه الله وامنه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Thank you.